والآن ننتقل إلى كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر جاليات روسيا بالعاصمة الروسية موسكو. إلى هناك. أكثر من 200 مدرس ومعلم بنشر اللغة الروسية، فوزارة التربية الروسية قامت بإرسال المدرسين إلى دول تاجكستان، وتم فتح مدرسة في أشهباد باسم بوشكن، أيضا أنشئ معهد باسم بوشكن لوضع برامج لدراسة اللغة الروسية. وفي العراق هناك أكثر من 80 مركز لدراسة اللغة في العراق وفي كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية الأخرى وكذلك الأولمبياد الشبابي. فكما تعلمون أن هناك دعوات لهؤلاء الشباب للدراسة في أفضل الجامعات الروسية، بالإضافة إلى صندوق العالم الروسي الذي يشارك في مؤتمرات، وفي هذا العام سيجري هذا المؤتمر أيضا. وفي أكثر من 50 دولة تم دعم تشكيل مراكز للثقافة واللغة الروسية، بما في ذلك في سوريا بتأييد ودعم من صندوق العالم الروسي. وهذا كله لكي لا يضيع ويفقد أبناء الجالية الروسية في الخارج جذورهم وعلاقاتهم بوطنهم. نود أن يتمكن الشباب الروسي في الخارج من زيارة بلده لمشاهدة الحياة الحالية والمعاصرة في روسيا، وللحديث مع الشباب في الداخل وإنشاء المشاريع المشتركة وللمشاركة في الحركات التطوعية التي تجري، وخاصة في مهرجان الشباب الدولي الذي جرى العام الماضي في سوتشي. وكذلك